السلام عليكم، تحية لكل المتابعين. إن شاء الله هستعرض النهاردة عدة صيد جديدة: كاستنج، القصبة مع الماكينة، مع الخيط وخيط الحرير، ومجموعة اللورات. إن شاء الله نبدأ مع القصبة. القصبة من ماركة ياسي، ماركة غنية عن التعريف، ماركة إماراتية، مميزين جدا في الصيد الحديث. القصبة اللي معانا النهاردة الزفرة 70 تي زد مايكرو تابلر. القصبة عبارة عن 4 قطع، تمام. وزن القصبة 75 جرام، طول القصبة 7 فيت يعني حوالي 2 متر و13 سنتي. بالنسبة للخيط المناسب للقصبة، من يبدأ من بي اي 0.4 ل 0.8. بالنسبة للورات، اللور ماكس 15 جرام. وبالنسبة للجايدات من شركة فوجي، وبالنسبة للمكان المخصص للماكينة برضو من شركة فوجي. القصبة تعتبر خفيفة جدا، 75 جرام، شيء مميز الصراحة، يعني أبدعوا فيه. ودي 4 قطع، ودي الحقيبة. ممكن السفر بيها أو نخليها في السيارة لأي وقت مناسب للصيد. بالنسبة لمقاس الماكينة المناسب للقصبة، يبدأ من 1000 لـ2500 كحد أقصى. فطلبت مع القصبة ماكينة شيمانو فانفورد 2500 اتش جي، ماكينة يعني غنية عن التعريف، مميزة جدا. واللي بيميز ماكينة فانفورد وزنها الخفيف. انا معايا مقاس 5000، بقى لي فتره كبيره بستخدمها، وكاستنج، وماكينه مميزه الصراحه. يعني بالنسبه لمواصفات الماكينه، الجير ريشيو 6.021، والماكس دراج للماكينه 9 كيلو 20 LB. بالنسبه لوزن الماكينه، ده اكتر حاجه مميزه فيها، 180 جرام. لو قارنا بين الـ2500 الفانفورد مع معظم الماكينة التانية من أنواع تانية، الماكينة التانية أعلى بكتير كوزن. يعني بسم الله. كتاب التعليمات الماكينة والدراع الماكينة. حطيت الخيط عليها، إن شاء الله حجمها صغير جدا بالنسبة لمقاس 2500. بالنسبة لخيط البريد اللي أنا طلبته معاها من ماركة ياسي، لسه منتج جديد حوالي 3 شهور، X8 الزفرة كاستنج جيم، مقاس الخيط 0.8. ميزة الخيط لو قارناه بقياسات تانية، ماركات تانية، 0.8 18 LB وحوالي 0.09 مقاس الخيط السمك، فمميز جدا. يعني لو ماركة تانية مثلا 0.6، ممكن يكون حوالي 0.15 مقاسه. وبالنسبة للورات، إن شاء الله اللي هستخدمها، جبت مجموعة من شركة سينسيس، سافيورز 50S، ألوانة مميزة، إن شاء الله نستخدمهم لصيد الشعوم. 5 سنتي 6.5 جرام.
هما شوز اتياسي 70 اس 8 جرام، وجيج من شركة ياسي 10 جرام، وكرانك من شركة موركس 5 جرام 4.5 سنتي، وأخيرا السناب مقاس 0. ودي المجموعة اللي استعرضناها النهاردة، إن شاء الله نطلع الفترة الجاية ونجربها بإذن الله. شكرا على المتابعة وأشوفكم على خير إن شاء الله.